لا يا عم انا ما بفطرش في رمضان الحمد لله. ايوه ما هت... ما انت عشان كده هتيجي تفطر بقى عندي بكره. لا يا عم انا بتغدى على طول الحمد لله يا عم. تتغدى في رمضان؟ اه الحمد لله معروف، اقوم الساعه 3 العصر من النوم كده اروح قايم من النوم واكل على طول بقى الغدوه التمام وبعديها يا. انت عندك حموضه؟ لا دي الراحه النفسيه بتاعت الشهر. يعني انت ساعه العصر بتتغدى امال ساعه اداء المغرب بتعمل ايه؟ بتفرج على بكار بقى واقعد بقى يا. انت عندك حموضه والله؟ لا والله الشهر ده بيبقى راحه نفسيه كده والم في الكتف من هنا. لا اكشف قبل العيد بقى اكشف بقى ان شاء الله اعمل كده ربنا يسترها علينا. ربنا يكرمك يا رب. يا رب لا رمضان كريم ان شاء الله وحاجه سعيده باذن الله وفرحه كبيره. ايام تدوم وعود عليكم الايام بخير يا رب ان شاء الله يا معلم عماره. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا معلم عماره ويدوم عليك الايام بخير يا رب. انت زعلان مني في حاجه؟ ربنا ما يجيب زعل يا معلم. كل سنه وانت طيب يا معلم ورور. كل سنه وانت طيب يا معلم عماره. انت زعلان مني في حاجه؟ يا عم ما الدنيا زي الفل اهي في ايه؟ لا انتوا زعلانين مني والله. لا يا عم هتقع مننا ونعمل. معلش زعلانين والله. ركز معانا هنا. طب مش بتدفعوا ايجار الشهر ليه ما دام مش زعلانين؟ اهو ده اللي يزعل يا معلم. اهو تيجوا عند الفلوس وزعل بقى وكلام فاضي. لا امسك امسك يا معلم اهو ايجار الشهر اهو هديك عليه كمان حته ليا. لا خليها ليك انا مش عايز ليا حاجه. ايجار الشهر يا معلم وروي. ماشي يا معلم اصبر علينا بس. ها اه جاي حام انت وفاير وبتاع واحنا لسه في اول الشهر. في ايه يا انت هتكبر ياض عليا ولا ايه؟ السمك مهما كبر الحوت هيفضل حوت. جريه يا معلم عماره الخيار مهما طول القته هتفضل اطول. سلام. اه اه البطيخ مع الجبنه في رمضان بيبقى حلو قوي. بتقولوا اي حاجه؟ لا انتوا زعلانين مني يا عم والله ما زعلانين يا لا عم. في زعل والله ما في زعل. طيب انا بقى عايز اعزمكم على الفرح بتاعي ان شاء الله في العيد الصغير. ايه ده الله اكبر يا معلم وانا كمان فرحي في العيد الصغير. ايه ده وانا كمان فرحي في العيد الصغير. والعيد ده 3 ايام انت اول يوم وانا تاني يوم وانت تالت يوم عشان نفرح كلنا. ايوه يا معلم بقول لك ايه انا واخد احلى بنت فيكي يا حاره الدقاقين. دي نفس الحاره اللي انا واخد منها وانا واخد من حاره الدقاقين برضه. برضه عشان بنحب بعضينا فتلاقي القلوب عند بعضها. ايوه طبعا بس بقول لك ايه انا واخد بيت من عماره المواردي. دي نفس العماره برضه. يا جدعان احنا بنحلم حلم واحد ولا ايه؟ استنى وانا برضه من عماره المواردي. انت كمان استنى يا معلم كده انت خطيبتك اسمها ايه؟ زهره. ايه ده صدى صوت ده ولا ايه يا معلم؟ في ايه اسمها ايه؟ زهرة. ايه يا معلم في ايه؟ خطيبتك اسمها زهرة؟ زهرة. وانا برضو زهرة. ده زهرة زرقاء عليكم ان شاء الله. وانت كمان زهرة؟ خطيبتي اسمها زهرة. لا انتوا زعلانين مني يا عم والله ما زعلانين. زعلانين على نفسنا. والله ما زعلانين. امال ايه عايزين تاخدوا خطيبتي ليه؟ اوعى تكون زهرة بنت ام زهرة اللي ساكنه في التالت. ده هي ديت امها واخده مني جاموستين على حس الجوازه. امها واكله الكوتشي بتاعها على حس الجوازه دي. اه ومش بتدفع الايجار والبت بنتها ماشيه مع مصطفى فندي. ومصطفى فندي ده عامل لي فيها بقى معجباني وحلاوه وهو جابه مخروم لمؤاخذه يعني انت اخويا ها ويمشي بقى كده ولا حلت ولا مليت. طب وبعدين يا رجاله احنا لازم نجيب الواد شفتوره البلطجي يضربه ويعلمه القدم. ماشي نتعاهد على الكلام دوت. نتعاهد يا معلم. بوم بوم باور رينجر. انت هاني اوبرا يا اوبرا رمضان بكره اوكرا يا فاطر رمضان يا خاسر دينك كلب تنس وده هتقطع مصري هناك. على فكره انا مش فاطر. لا فاطر يا فاطر وربنا انا ما فاطر. طب طلع لسانك كده اهو اهو لسانك احمر. لسانك احمر ليه؟ كنت بتسحر جيلي. يا سلام يا اخويا. اه انت اللي فاطر على فكره. انا مش فاطر احنا بالليل. طيب يبقى فاطر بس. يلا يا بابا يلا يا عم يلا نلعب والنبي اخو يلا نلعب بالفوانيس. يلا هنحطها كده. ايه ده؟ ايه الفانوس بتاعك معفن مش هلعب معاك. يا عم انت في ايه؟ بس الفانوس بتاعي اللي انا جايبه ما انت سارقه. بس يا اسكت يا عم فانوس واقف وراك. عم فانوس ايه ما انت سارق الفانوس؟ مش هلعب معاك بالفانوس المعفن ده. اروح العب مع سوسو ولا سوسو. ماشي اخوك يا معفن. ماشي عم فانوس. ايوه حبيبي. والنبي عم فانوس ما تديني فانوس. طب انت معاك فلوس؟ لا امشي غور يا. طب بالزق ليه طيب؟ ايه في ايه في ايه في ايه؟
ايه؟ آه. ايه ايه في ايه يا حبيبي مال؟ بتعيط ليه؟ انا عايز فانوس يا عم، عايز فانوس جديد. بص الفانوس يا حبيبي. انت عايز فانوس ليه يا حبيبي؟ انت كبير يا ابني، هتلعب بالفانوس ليه؟ يا عم هلعب واقول حلو يا حق كده يا عم. حلو يا حلو، انت شحطي يا ابني. حلو يا حلو ايه؟ لا يا حبيبي ما تلعبش بفوانيس. لا انا عايز العب بفوانيس يا عم. ماشي. إيه باباك فين يا حبيبي يجيب لك فانوس؟ بابا الله يرحمه مات وسافر السعودية. يعني بعد ما مات سافر السعودية؟ اه. طب ماما فين يا حبيبي تجيب لك فانوس؟ ماما الله يرحمها بابا طلقها امبارح. انت متلخبط في عيلتك يا ابني، انت مش عارف ايه اللي حصل لهم. طب وانت بتشتغل ولا صايع ولا ايه؟ انا بشتغل مع عمو المسحراتي، مات السنة اللي فاتت الله يرحمه. عمو المسحراتي اللي كان معدي من شوية؟ اهو. مات السنة اللي فاتت؟ مات. يا عيني، ده انت عبيط يالا. ايوه. انت عبيط؟ اه عبيط. وفرحان؟ اه عادي. تعال يا حبيبي، عايز فانوس؟ عايز فانوس والنبي. حاضر حاضر، تعال يلا. تعال ما تخافش. ازيك يا عم فانوس؟ ازيك يا مصطفى فندم؟ كل سنه وانت طيب. طيب يا مصطفى فندم، الله يخليك. والله كنا عايزين نعرف بس الفانوس ده بكام لو سمحت. الفانوس ده ب 50 قرش بس. 50 قرش؟ اه. انا صراحه معيش غير 50 قرش. طيب الفانوس الثاني ده بكام والله؟ ده ب 20 قرش. لا انا عايز ابو 50. هات ابو 20 ده وادوله. لا عايز ابو 50، ماليش ده. ده انت رخم يالا رخم. خلاص هات. بص ابو 20 قول عليه ب 50. ها يعني اضحك عليه خمه يعني يا مصطفى فندي؟ عيب، احنا في رمضان. ده انت رخم انت كمان يعني. خد يا حبيبي ابو 20 ده هو ب 50. لا ماليش دعوه ابو 50. يلا يلا ولا يلا يا رخم. ايوه هات ابو 50. يلا يا رخم. ماشي رخم بس عايز ابو 50. ماشي يلا. نعمل خير ونرميه في البحر. طيب هات يا سيدي. اتفضل. اتفضل يا سيدي الفانوس اهو يا سيدي. اهم حاجه إيه؟ يا حبيبي ما تعيطش. ماشي خد بقى انت الفانوس المعفن ده. انا ما بشيلش الحاجات المعفنه دي. بص الفانوس جديد ده معفن، انا ما بشيلش الحاجات المعفنه دي. انا اللي اشيل المعفن يعني؟ انت شيل بقى المعفن. انت قليل الادب ليه كده يا عم؟ انا مش قليل الادب، انت اللي عمال تتدخل في حياتي. وابوك مات وامك ماتت وعقدتني في العيشه واللي عايشينها واقتحمت حياتي. اقتحمت حياتك؟ ايوه. في طفل يقول على فكره انت كبير وعامل طفل يالا. ما انا مش حالي دانك ليه؟ اعلقها بكره. ماشي 10 ايام. ها بص هات الفانوس يعني. انا غلطان اللي جبته. حرامي يا ابو الياس يا شويش، حرامي عايز يسرق الفانوس. ولا حرامي ايه يلا؟ حرامي هتسرق الفانوس مني يا حرامي يا حرام. يا نهار ابيض فعلا، ليه يمشي ورا العيال؟ بقول لك يا عم فانوس تاخد الفانوس. الله 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 الله. هو ايه الله الله؟ ايه بالكيلو ولا ايه؟ في ايه؟ مصطفى فندي. اهلا وسهلا، ازيك يا عم شغل؟ ازيك يا مصطفى فندي. انا بس كنت عايز منك ال 150 قرش اللي عليه. ال 150 قرش؟ معلش يعني يا عم شغل، يعني انا اصلي كان اخر نص جنيه دفعتها عملت بيها خير، فان شاء الله اول فلوس هتجيلي انت اول واحد هسدد له فلوسه. انا هصبر عليك عشان الشهر الكريم اللي احنا فيه بس، انما طلاق ثلاثة ما هتدوق طول الشهر حته لحمه. قضيها شوربه خضار بقى. ماشي. والله ولا حتى هيلاقي شوربه الخضار يا معلم. يا مصطفى فندي مبلط في الخط قوي ليه كده؟ معلش انت ليك فلوس عندي برضو ولا ايه؟ ليا فلوس عندك يا مصطفى فندي، امال ايه هتبلع عليك يعني؟ طب معلش اصبر عليا يعني، ان شاء الله حين ميسره. ايه حين ميسره؟ ما بحبش افلام خالد يوسف. ليه يا عم؟ ده راجل كويس كان بيعيط وقت المتحف عادي يعني. طب هو في راجل يعيط؟ انا عارف يعني. ان شاء الله اول ما يجي لي فلوس. انت ليك كام؟ انا ليا عندك 35 قرش. 35 قرش حلو. لو اديتني 2 كيلو بطاطس
وكيلو كوسة وكيلو نص بصل وكيلو طماطم وخيار، يعملوا لهم كام دول؟ يعملوا لهم حسبة 15 قرش. 15 قرش، وليك كام عندي؟ 35 قرش. يبقوا كام على بعضيهم؟ نص جنيه. لو أنا اديتك جنيه يبقى أنت هترد لي كام؟ نص جنيه. هات النص جنيه. خد يا مصطفى فندي. اتفضل. ثانية واحدة. معلش احنا في زنقة يعني لازم برضو يعني. أنا عارف والله مصطفى فندي. معلش. بس ابقى اصبر عليا والنبي يا مصطفى فندي. انا اصبر عليك عشان الشهر الكريم ده بس. او النبي احنا في زنقه. ها ايوه ماشي. أيوة. والنبي يا بنشيل بعض يعني. الحمد لله الحمد لله. الف شكر. الف شكر. الحمد لله. شكرا يا الحمد لله. الواحد عشان عمل خير الفلوس رجعت له من النصب. الحمد لله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. منورين يا فندية. سي مصطفى فندي. اهلا اهلا. ازيك يا زهر؟ عامل ايه يا مصطفى فندي؟ الحمد لله يا زهر. كل سنه وانت طيب يا مصطفى فندي. وانت طيبه يا زهر. هنروح فين بعد كده يا زهر؟ اخبارك ايه؟ انا كويسه الحمد لله. خدي الفانوس ده. كل سنه وانت طيبه. بمناسبه شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا جميعا باليمن والبركات. لا خليه لك يا مصطفى فندي. هو انت كل حاجه هتديها لي؟ خدت بالك انت يا ياض؟ وانت كل حاجة هتديها لي يا مصطفى فندي؟ يا حبيبتي يا زهر. يا حبيب قلبي يا مصطفى فندي. هروح فين يا بنت؟ مش حارمني من حاجة يا حبيب. مش ترجلي يا مصطفى فندي. يا بنت اكتر من كده كرشك يخبط فيا. يلا يا عم وكله مقضيها في البلاط. اهل الحتة دول سوقيين جدا. بقول لك ايه؟ هو انت مش هتيجي تطلب ايدي من والدي بقى؟ ان شاء الله اول فلوس هتجيلي هاجي لابوكي اطلب ايدك منه على طول. سمعت اخر نكته؟ اول ما تجيلي فلوس هاجي اطلب ايدك من والدك على طول. يا حبيبتي يا زهر. يا حبيب قلبي يا مصطفى فندي. انت عودك ملفوف كده ليه يا بنت؟ عشان بعمل دايت يا مصطفى فندي. يا حبيبتي امسكني كويس يا مصطفى فندي. على امتك يا زهر. يا عم بلا بتاع بقى كله عايش على البلاط. ده ايه شغال سوسته مؤخرا ولا ايه؟ ايه يا عم الهم ده يا عم؟ ده محدش يعرف ينام في الجزارة عندك ولا ساعة. ليه؟ ليه يا معلم في ايه؟ العجول طول الليل. ايه ايه؟ هما زعلانين مني في حاجة. ده حاجة هم يا اخي. يا عم ربنا ما يجيب زعل. انت برضو حد ينام مع البهايم؟ اما لا انام في ايه؟ نام في بيتكم. بيتنا كله بهايم برضو يا معلم. ده حاجة هم. انا زوقت كرهت نفسي. يا مصطفى فندي. اهلا اهلا اهلا. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا معلم عمارة. يا اهلا وسهلا. يعني احنا بقولنا ساعه بندور عليك يعني وانت مش عايز تدفع الايجار ومبلط في الخط وبقالك 9 شهور مكسورين يعني نعمل ايه يعني نتجنن يعني بسببك؟ انت بتعلم الكلام جديد ولا ايه؟ نعمل ايه يعني؟ يعني نتجنن يعني ولا نعمل ايه؟ لا ما تتجننش ولا حاجه. عنايه ليك. عاوز ايه؟ عايز ايجار الشهر يا معلم. انا شهر الشهر اللي هو ده عدو ده وشهر واحد والدكتور هو بقى هنعمل ايه؟ احنا هنقعد نتكلم كده وما نفهمش حاجه. يعني انتوا ليك كام شهر يعني؟ انا ليا 9 اشهر مكسورين. 9 اشهر ان شاء الله. اول فلوس هتجيلي انت اول واحد هسدد لك فلوسك ان شاء الله يا معلم عمار. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اطلبك على طول. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اخطبك على طول. ايه؟ اول فلوس هتجيلي هاجي اقعد عندكم في البيت. ايه ان شاء الله تولد بالسلامه باذن الله. ايه يعني ان شاء الله. اصبر علي اصبر علي بس يا معلم عمار. انا مش هصبر تاني. ليه؟ احنا بقى هنجيب عربيه نص نقل واللم فيها العفش والكروكيب بتوعك المعفنين اللي فوق. هتلم ايه؟ ثانيه واحده بس. هتلم ايه؟ العفش. العفش. العفش بتوعك اللي هو العفش. ايوه. وايه تاني؟ والكروكيب اللي هي الكراكيب. اه لما تكتب الترجمة على رجلك تحت يعني. ماشي. وهنحطهم في النص نقد ونتوكل على الله ونمشي من هنا. نص نقد؟ اه نص نقد. نص نقد. طب يعني انت هترمي لي العفش ليه بس يعني؟ اصبر عليا ولا ايه؟ اه والنبي يا معلم عمارة عشان خاطري اصبر عليه بس اسبوع يوضب حاله وبعدين اعمل اللي انت عايزه. لا 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 زهرة زهرة احنا كده بيبقى شكلنا وحش قدام الناس. احنا لازم نبقى في مظهر قوة. هو يصبر عليها غصب عنه لغايه بعد كده اشوف شقه اخد الشقه وبعدين ابقى انقل العفش والكروكيب وكل حاجه.
هي فتوانه يعني؟ اه فتوانه. لا ده انا كده بقى اكلم لك شفتوره بقى يجي يصر في معاك بقى. لا لا بلاش شفتوره بلاش شفتوره. ليه بلاش شفتوره وانا اخاف من شفتوره؟ لا اصل شفتوره حاطط عينه عليا. حاطط عينه عليك يعني ايه؟ يعني باصصلي. شفتوره باصصلك وده باصصلك وده، هو مفيش غيرك في الحته ولا ايه؟ اه مفيش غيري. لا خليه يصبر بس يجيب شفتوره، يعمل لي ايه شفتوره يعني؟ مش خايف؟ لا مش خايف. يا شفتوره اصبر بقى يا شفتوره، يعني يا شفتوره. شفتوره الناجس صل عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. شفتوره الناجس صل عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. شفتوره الناجس صل عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. ايه ده؟ هو راح فين يا شفتوره؟ خش يا شفتوره. ما تسيبنيش لوحدي. استر علينا. شايف ياض الخاتم ده؟ اه بيوجع بيوجع يا معلم. شايف ياض الخاتم ده؟ اه بيوجع بيوجع يا معلم. شايف ياض الخاتم ده؟ اه ده هديه مني ليك يا ميدو. بتحب فيا يا شفتوره؟ معلش يا معلم يعني ليه؟ عشان عارف انا بحبك يعني وانت ماسك الاعلى. يا ميدو يا ميدو يا ميدو ما تزعلش مني بس دي نرفزه شغل كده. كل يوم تضحك عليا تقول نرفزه شغل. خلاص معلم شفتوره يهني الامه الاسلاميه بعيد الفطر المبارك ويتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله. ان شاء الله. فين ياد البضاعه؟ البضاعه اهي يا معلم. هات. حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. طب حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. حلو يا حلو البهايم هلو. عامل ايه؟ انت بتشتمني؟ رمضان تشتمك وداني في بيتك. بقول لك ايه؟ ايه؟ الراجل اللي هناك دوت مش عايز يدفع اجار الشقه وبيشتمك بامك وبابوك وعايز يضربنا كلنا. يا عم انا ما بفهمش كلامك يا عم. طيب الراجل بقى مش عايز يدفع الاجور. يعني مشكلتك مع الراجل ده؟ اه وانا اللي فاكرها مع الامرايا دي. سمع سمع بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول الامرايا دي عليا يعني؟ هيقول عليك انت الامرايا دي؟ ايه بعكسك ولا ايه؟ ايوه وانا واقف؟ ايوه. يا نهار اسوح يا نهار اسوح، دي القطه كانت عيانه باين ولا ايه؟ تعالالي تعالالي. ايه؟ بص بقى اصبري. بقول لك ايه والنبي اصبر عليا اصبر عليا، اول ما يجي لي الفلوس ان شاء الله اديها لك، لان اي حد هيشوف كده هو يفتكر ان انت حمار ولا ايه؟ ايه؟ لا لكن لازم تصبر شويه، لو انت فاكرني هفع. ايه؟ لا ان عشان ايه حضرتك؟ حضرتك لو سمعت كلامي بس ان انا ممكن ايوه ارد لك كل الفلوس اللي انت عايزها ان شاء الله. الكلام ده بقى في العيد واحنا لسه في رمضان. مش فاهم الافيه. تمام انا هخلي الرجاله يفهموك الافيه. ضحكوها رجاله. لا 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 بالراحه 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 بالراحه. اه حبيب القلب اجري اجري من هنا بيت. يا معلم ورور عايز ايه؟ طلع يا مصطفى فندي للدرب. سيبيني انا هتفرج. عجبك الافيه ولا لا؟ ده حلو قوي الافيه ده يا معلم. حلو قوي حلو قوي. يلا شيلوه. شفتوره الناجس صل عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. شفتوره الناجس صل عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. معلش معلش يا مصطفى فندم، نروح اجيب لك الاسعاف واجي بسرعه. بسرعه بسرعه، انا عشان فقير كلهم بيفتروا عليا، كل الناس بيضربوني وكل الناس بيبهدلوني. انا لو كان معايا فلوس كانوا خافوا مني، كنت شغلتهم كلهم عندي، لكن عشان فقير ومعيش فلوس هم معاهم فلوس وانا معايا فانوس. ادعك الفانوس يا مصطفى. ايه؟ ادعك الفانوس يا مصطفى. ادعك الفانوس؟ ادعك جامد يا مصطفى. اي 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 عظمي عظمي. ادعك بحنية يا مصطفى. يخرب عقلك. Thank you.
اديني دخان. يخرب بيتك انا كده مش باين. دخان تاني دخان تاني. معلش بقى يا عبد العفريت كده بس ايه الشاي بتاعنا عشان انا عندي شغل تاني. عندك شغل فين؟ اه بس كده عندي شغلانه كده تانية تصوير كده في فيلم حتى لا طير الدخان. لا طير انت. ماشي اديني واحده قبل ما تمشي. ياه لا كده مش هبان. ياه شبيك لبيك سوكوش بين ايديك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه مالك؟ ايه ده؟ ايه ده ايه؟ انا العفريت. انت عفريت؟ مش مقتنع بيا ولا ايه؟ عفريت ايه؟ انا العفريت اللي خرج من الفانوس. نوس نوس. خرج من الفانوس ايه ده؟ انا دعكت الفانوس انت طلعت من الكالوس. وانت لما تدعك الفانوس اقوم انا خارج من الكالوس. يعني انت العفريت بتاع الفانوس؟ ايوه يا مصطفى. بتاع الفيلم بتاع اسماعيل ياسين؟ ايوه يا مصطفى. كويس انك افتكرتني. ايوه بس انت خسيت خالص. حضرتك انت ايه مريض ولا ايه يعني؟ السكر بهدلني يا مصطفى. يعني حضرتك كنت في البتاع ده؟ ايوه يا مصطفى ما انا جسمي عرسي. يعني حضرتك كنت جوه الفانوس؟ ايوه يا مصطفى. العفريت اللي بيحقق الطلبات؟ ايوه انا يا مصطفى. حضرتك انا ما شفتكش من 40 سنه من ساعه الفيلم. انت ايه ما بتطلعش في افلام تاني خالص ليه؟ السوق مضروب يا مصطفى. محدش بيطلبني. الوحيد اللي طلبني السبكي اخوان. هو السبكي اخوان؟ ما تضيعنيش يا مصطفى. الوحيدين اللي شغال معاهم يا مصطفى. ما هم اتنين يا مصطفى، في احمد وفي محمد، عشان كده هو تسموهم السبكي اخوان. اه وانت جاي تعمل لهم دعايه عشان يشغلوك. اه اهلا وسهلا. ما باخدش منهم فلوس يا مصطفى. مش اشكال باخد اي حاجه. حضرتك يعني انا ممكن اطلب اي حاجه انا عايزها؟ تطلب طبعا. اصل هم خلاص كانوا بيدوا الاول لحمه. الوقت بطلوا يدوا لحمه، عملوا مصنع الشوكولاته وجابوا الشوكولاته قسموها نصين. بس ما شاء الله عليهم، يعني اتفقوا في الغلاف واختلفوا في الطعم. طب حضرتك لو انا طلبت اي طلب انت تنفذهولي؟ على طول يا مصطفى. ابويا الله يرحمه عفركوش قال لي اي حد يطلب منك اي حاجه نفذها له على طول. بس انا كنت واد شقي وغبي ما كنتش بنفذ اي حاجه. فانا قلت له يا بابا انا من هنا ورايح هنفذ لك كل حاجه، لان انا لو ما نفذتش اي حاجه هيخرج لي من الفانوس. فقال لي قلت له يا بابا انا خش 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 على طول. خش هنا على طول. هتقعد ترغي؟ انا مش عايز رغي، انا عايز تنفيذ طلبات. هتقدر تنفذ لي طلباتي ولا لازم تحكي؟ لازم احكي يا مصطفى، ما الحكايه دي مهمه يا مصطفى علشان احكيها لك. حضرتك انا ليا كام طلب عندك؟ ليك اربع طلبات. ماشي حضرتك بلاش دي. حضرتك اربع طلبات. ممكن اخد طلب من خلاص ليك اربع طلبات. ايوه كده كده. ايوه كده. طيب يعني اطلب اول طلب منهم؟ اطلب يا مصطفى. اول طلب انك انت ما تحكيليش حكايتك. لا احكيها لك. لازم احكيها لك يا مصطفى. ايه العفريت الاهبل ده يا مصطفى الذي احكيها لك؟ لا حضرتك مش عايزك تحكي. انا خلاص طلبت طلب اهو راح عليا كده. راح عليك الطلب؟ اه يبقى لك ثلاث طلب. ثلاث طلبات. لا ثلاث عادي يعني. دول 10. ثلاث طلبات. امر يا مصطفى. نفسي ابقى غني، عايز يبقى عندي فلوس كتير، عايز هدومي كل ما احط ايدي في جيبي يطلع لي فلوس، مش عايز حد يبقى مضايقني ابدا، عايز اتجوز بنت زهره اللي بتحبني، بس هي هتحبني اكتر لو اكيد معايا فلوس. ما تقلقش يا مصطفى، ان شاء الله هتبقى غني يا مصطفى. بس خد بالك اول ما تمسك الفانوس ده هتدعك الفانوس في باسورد هقوله لك عشان اخرج. يعني وانا بدعك في الفانوس في باسورد يعني؟ آه طبعا. اقول ايه؟ تقول اللي يخاف من العفريت يطلع له. يا حبيبي اللي يخاف من العفريت يطلع له وانا بدعك في الفانوس. لا لا مش كده، انا بقولها لك بس كده بصوت جراف. انت هتقولها بنغمه تانيه خالص.
يا حبيبي اللي خاف من العفريت يطلع له ينزل له يقعد له. انت عايزنا اعمل كده وانا بدعك في الفانوس عشان تطلع؟ لازم يا مصطفى وريني. مش عايز طلبات اتفضل. كده هيروح عليك طلبين يا مصطفى. يا حبيبي اللي يخاف من العفريت يطلع له ينزل له يقعد. انت مستهيفني كده ليه؟ هو انا لوحدي اللي مستهيفك؟ يا حبيبي ليه يخاف من العفريت يطلع له؟ انت هتضحك النهارده وتيجي بكره ولا ايه؟ عايز ايه؟ اصلا انا ريق. انا كنت اروح اريل جنب الحيطه يا مصطفى. يا حبيبي ليه يخاف من العفريت؟ دوري مي فاسول لا سي يطلع له، دوري مي فاسول لا سي ينزل له. يا حبيبي اللي يخاف من العفريت يطلع له ينزل له يطلع له ينزل له يطلع له كده ينزل له كده. ده في تاني طلب بقى. طلب. الطلب الاولاني هتحققه لي دلوقتي حالا دلوقتي. ها روح يا مصطفى، انت بقيت غني وهيجي لك فلوس كتير وهيجي لك فلوس واللبس كله فلوس يا مصطفى. فلوس. لكم ايه؟ انا مش عايز حد يصوم السنه دي. على جثتي لو حد صام يا كبير. بس ده حرام يا معلم. حرام؟ اخرس اخرس. ايه ده يا معلم؟ حد عنده اي فكره؟ انا عندي فكره. قول. احنا نعمل النميمه نوقع يعني ما بين الناس. صح، عجبتني الفكره دي. ولا عجبك الاداء ده؟ اخرس. ماشي، انت اللي هتقوم بالمهمه دي. من عينيا. يلا روح. وقع ما بين مين؟ وقع ما بين مين؟ وقع ما بين مين يا واد يا بربور؟ هم دول العيال الصغيرة. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا عم بربور؟ عامل ايه؟ كويس يا عم بربور. الواد ده كان عمال يشتم في مامتك من شوية. بس يا عم الله يسامحك، اللهم اني صايم. بقول لك بيشتم مامتك. يا عم اللهم اني صايم، الستيمة بتلف تلف وترجع لصاحبها. بقول لك ايه يا حبيبي؟ ايه؟ الواد ده بيقول امك بتلف تلف وترجع لصاحبها. انا امي بتلف؟ اه. ام انا بتلف؟ هو اللي بيقول. بتلف تروح فين؟ تروح لصاحبها. طب يا عم ما هو صاحبها في ايه؟ يا انتوا مش هتفطروا على بعض؟ يا عم اللهم اني صايم. يلا غور ياض من هنا. يا طب بالزق ليه طيب؟ يلا هات غور ياض عورك. بس بقى يا عم بربور معاك منديل؟ او 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 انا فشل فشل. كل مره تضربني بهوا. تعالى غبي عشان انا معايا ناس اغبياء. حد عنده اي فكره تانية؟ ايوه انا عندي فكره. استنى بقى. قول. انا مش مديك ياض امبارح صور ابيحه؟ اه. طلع اهي، شيل صوره اختي. ايه؟ خد بقى بقيه الصور دي، عايزك تفرجها لاهل الحاره كلهم. اللي يشوفها يفخر في ساعتها. بس ده حرام يا معلم. اخرس بقى. عمكم انت بقى يا عم. هات ياض الصور دي، انت اللي هتقوم بالمهمه دي يا ميدو. طب مش نشق احنا الاول ونفطر لنا بصورتين كده؟ بس لا، اديني صورة اختي. يلا وده معلم. تعالى يا عسل. تعالى. عايز ايه يا ميدو؟ تعالى يا عسليه. ايه؟ انا هوريك حاجه حلوه قوي، بس عايزك تفنجل عينك. ايه؟ اهي. ايه ده؟ استغفر الله العظيم، ايه الحلاوه دي؟ اللهم اني صايم. ركز هنا. ايه يا عم دي جامده قوي يا عم. لا اللهم اني صايم يا عم. طيب تعالى يا معلم شغتة. عايز يا ميدو؟ عايز يا حبيبي حاجه جميله. ايه؟ قول لي وريني. بص دي. ايه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. هاتها يوم الوقفه، هاتها يوم الوقفه. ولا اقول لك بقات المجله كلها يا معفن؟ تعال افطر. انا فشلت. فشلت ايه؟ اخلص خلاص خلاص، ده غبي سامحه. غبي غبي. انا عندي فكره حلوه. ايوه قول. بس ثق فيا بقى. انا واثق فيك. خد ياض دي. ها يا معلم عماره. يا معلم عماره. ايه يا ميدو في ايه؟ تعالى انا عايزك. عايز ايه؟ بقول لك ايه، استنى كده. ها عايز ايه؟ ايه يا ابني ده؟
انت زعلان مني في حاجه يا ابني؟ لا انا مش زعلان. امال مطلع موت ولا انا عايزك تاذن. ليه يا ابني؟ جدا كوكوكوكو ما تدفعش عليا، اذان المغرب مش اذان الديك. مش وقته يا ابن المغرب. ادي لنا شقه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اني لك صمت وعلى رزقك. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا اسطى. خد افطر يا اسطى. ايه ده جبت الخرده من ايه؟ سرقته من عم ورور يا ابن الايه؟ برافو عليك والله الحمد لله. ربنا ده كبير قوي. الحمد لله الحمد لله. المغرب ادن قبل العصر. بقول لك شهر رمضان ده كله خير. الحمد لله. لما تبعتني ده العيد بكره. الله اكبر الله اكبر. وانتوا اللي بتدانوا. ايوه كده انا زعيم. ها غني 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 فلوس فلوس. انت مصطفى؟ اهلا. تعالى تعالى شفطوره تعالى شفطوره. ايه ده؟ ها شفطوره. انا عايز اعرف انت ولائك لمين؟ ايه الجمله الصعبه دي؟ ايوه يعني انت سيدك مين؟ انا سيد الجنيه. طيب واللي يديك 1000 جنيه؟ يبقى سيدي وصالك. يعني تبقى انت بالنسبه له ايه؟ يعني هيبقى سيد الحاره وسيد الحته وسيد الناس كلها. خد يا شفطوره 1000 جنيه واللي اطلبه منك تنفذه. امرك يا كبير. ايه ده بجد؟ ما تعدش عشان الابيض ما يبانش. حاضر. يا اخيرا اخيرا اخيرا. ايه هو انا الكلام بتاعي ما بيتسمعش ليه؟ الكلام الكلام بتاعي ما بيتسمعش ليه؟ انا عايز افهم. انت في كلام قلت وانا ما سمعتوش. انا مش قلت لا حول الله رب. انا مش قلت تلم القفش والكراكيب بتاعك وفي العربيه النص نقل وتتوكلوا على الله من هنا؟ تتوكلوا اللي هو انا ومين يعني؟ تتوكل على الله. تتوكل؟ اه مش تتوكلوا. طب انت ليك عندي كام؟ 5 جنيه. 5 جنيه؟ اه 5 جنيه يعني 20 قرش؟ لا 5 جنيه. يعني كام؟ يعني 5. 5؟ اه. طيب العمارة بتاعتك كلها على بعضيها بكام؟ انت مش قد العمارة كلها. بلاش نخش في كلام مش هنوصل له الاخر. هنوصل له. قول لي بس العمارة كلها على بعضيها بكام؟ 5000 جنيه. 5000 جنيه العمارة؟ أوه.